كل اللي بيصير فينا الآن وبنشوفه ومش قادرين نغير أي حاجة، السبب فيه هو نحن. أيوة ليش مستغربين؟ أيوة نحن السبب فيه، نحن اللي خليناهم أحسن مننا، نحن اللي خلينا لغتهم هي الأساس وطمسنا لغتنا العربية علشان نكون أشخاص متحضرين. ليش ما علمناهم لغتنا بمقابل إن احنا تعلمنا لغتهم وخليناها الأساس؟ لازم كمان لغتنا نخليها الأساس عندهم. ليش وصلنا لمرحلة نصير فيها عبيد لهم؟ نحن اللي خلوا أحد أحلامنا السفر لمدنهم الساحرة علشان نقدر نحقق فيها طموحاتنا. نحن اللي بيشترونا بالملاليم أول ما يشوفوا عند أي أحد فينا موهبة مميزة. أيوة نحن اللي بنصدر لهم أفضل وأجود منتجاتنا المحلية، وبالمقابل منتجاتنا المحلية اللي بتنزل في أسواقنا أقل جودة من اللي بنصدرها. نحن اللي خلونا نعيش بحروب ومآسي وفقر. أيوة نحن اللي ما عزينا أنفسنا، اللي ما افتخرنا بهويتنا العربية ولا عملنا لها قيمة أصلا، ولا عملنا لقيمنا ولا عاداتنا ولا ثقافتنا اللي هم أصلا الآن سرقوها. هم بيتعاملوا معاملة العرب والعرب بيتعاملوا معاملة الأجانب. صدقون نحن نستاهل كل اللي يصير فينا الآن.